سالم كفاينا بباقي فقرات صباحنا غير؟ كفينا بقيت صباحنا فقرات صباحنا غير أكيد ومحطتنا التالية من دمشق القديمة وتحديدا كنيسة الزيتون وبرعاية البطريرك أكيد يوسف العبسي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك. أقامت رعية كاتدرائية سيدة النياح والفرقة العامة للموسيقى الكرمس السنوي لعام 2019 اللي بيستمر لغاية يوم الأحد 25 آب للحديث عن هذا النشاط المميز اكيد واللي الكل كانوا ناطرينه. بصرنا نرحب بالشيف ابراهيم ابو حنا قائد الفرقه العامه للموسيقى. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. كنا عم نحكي عن الكرمس بيمتد يمكن لاربع ايام، خلينا نحكي شوي عن ابرز النشاطات اللي موجوده فيه وكيف شفتوا التفاعل والاقبال عليه لحد الان. بداية منحب نتشكركم دائما على تغطيتكم بكل نشاطات والفعاليات الموجودة عنا بالبطركية. نحن تحت رعاية غبطية البطريرك يوسف العبسي والنائب البطريرك العام تم افتتاح مبارح مع الأب نعيم الغربي بداية أول نهار بكرمسنا اللي هو نهاية العام ما قبل الدراسة. نحن دائما قبل بداية العام الدراسي الجديد بنعمل شيء بسيط العاب للاطفال لحتى ينهوا هالصيفيه وهالموسم الصيفي لحتى ينطلقوا بعام دراسي جديد. الكرمس هو موجود فيه افكار كلها تجمع كل الاعمار الفئات العمريه من عمر الست سنوات للاعمار الموجوده من 30 40 الى ما هنالك. في يوجد العاب للاطفال. هالالعاب للاطفال هي بتتضمن العاب تحدي، العاب روح المنافسه، ألعاب الطفل اللي هي بتعبر عن الذكاء وبتعبر عن الإصرار لحتى يقدر يحصل على نتيجة من خلال هاللعبة، لنشوف قدرة هالطفل كيف قدران يركب هاللعبة ذهنياً عملياً فعلياً من خلاله. نحن هذا هدف الكرمس لحتى نقدر نزرع ونشوف موهبة كل طفل موجودة عنا. يعني شايف إبراهيم نحن كل سنة بنكون متواجدين بهذا الكرمس ونشوف شغلات جديدة دائما أنتوا عم تتعبوا عليها وخاصة للأطفال لينبسطوا الأطفال رغم ظروف الحرب. بنتذكر كان يتساووا كرمس وكنا نجي ونشوف الأولاد كيف عم تنبسط يمكن عم تتنفس بهيدي الفسحة الجميلة. كاميرا الإخبارية السورية برفقة زميلتنا ربا صالح كانت بالكرمس وجالت بإرجائه وشافت الأجواء ومنتابعها سوا. بنعمل هون فعاليات كل سنة بتختلف عن سنة. نحن ندعم الفرقة شوي فيها مشان نخفف عبء على باقي الأفرع عنا إذا بدنا نطلع مخيم أي شيء فعالية بتصير بالكنيسة. ونحن بنعملها هون تحت اسم كنيسة كشاف الزيتون. هي المردود المادي رح يرجع شوي يدعم صندوق فرقتنا. نحن بنعملها كل سنة هيك نرفع شوي عن الأولاد يعيشوا شوي. لا ما دخل، يعني هي فعالية قبل ما تبلش المدارس، بيرجع لنا مردود مادي شوي صغير فيها. الأولاد كلها تجي لعنا، في عنا ألعاب للأولاد من الصغير وانتي طالع، كل الأعمار وكل الألعاب كلها لكل الأولاد، كل الألعاب. يعني عنا أعمار مشكلة من الروضة وانتي طالع، حتى الكبار في عنا غرفة الرعب. هاي الفعالية أول شيء كل سنة بيقوموا فيها هون، كرمال هالأولاد الصغار، أولاد سوريا الحلوين، اللي عم ينبسطوا يفرحوا ليقولوا إنه سوريا رجعت. سوريا بخير وإن شاء الله يا رب كل سنة هالفعالية بتنعاد وبتتكرر ونفرح يعني أولاد كل أولاد سوريا. جاي ألعب وتعرف على رفقات جداد وانبسط. فرح إنه هالسنة يعني متطورين وجايبين شيء أحلى وهيك. يعني كنا عم نشوف اجواء كثير حلوه وتفاعليه. كل سنه انتم تقريبا عم يكون هذا الكرمس موجود. خلينا نحكي هاي السنه شو طورتوا فيه، شو كان فيه جديد عن السنوات الماضيه؟ هلا طبعا كل سنه عم تختلف عن السنه اللي قبلها بمراحل الالعاب.
لما عم نشوف الألعاب عنا ما أكيد ما رح نكررها لحتى نأخذ أفكار جديدة، نطور أشياء جديدة للطفل لحتى نواكب المرحلة الذهنية تبعه. هاي السنة في عنا كمان مثل ما شفنا أنه في ألعاب جديدة مختلفة كلياً عن الكيرمس الماضي. عنا مثلاً ألعاب للأطفال اللي هي ألعاب التنس، الجولف، ألعاب يعني حاولنا نقدر نعود الولد عليها ليكون عنده هالقدرة والشجاعة ليقدر يلعب عليها ما يكون في تردد عنده نهائياً. حتى في عنا اليوم ألعاب قوى لحتى نبس الروح الرياضية بين كل الشباب والصبايا. اليوم نحن متواجدين من كل النشاطات والفعاليات رح تجي لعنا اليوم على الكيرمس ليكون في تحدي بين روح الشباب والصبايا الموجودة معنا بالكيرمس. يعني هالكيرمس جامع بين الشيء الذهني والشيء القوى البدنية لكل حدا شو بيحب، ولكن صحيح. يمكن أنتوا كشيفية بهمكن الفكر والثقافة صحيح. للطفل يمكن صحيح. اشتغلتوا يمكن على ألعاب هي بتخص الشيء الذهني للطفل، وهذا الشيء كتير مهم. يا ريت كل الأهالي يعرفوا قيمة هذا الشيء. نتمنى تماما، يعني بيقولوا لك ايه لعب لي اياه، لا في شغلات معينه لازم يتجهوا لها، انتم تعبانين عليها. كل لعبه لها هدف، لها هدف معين يصل عليها الطفل. تماماً. اليوم اي لعبه نحن عم نصمم بده يوصل فيه لها هدف. مو اليوم انا مسكت الطابه هالطفل مسك الطابه وزتها، او اليوم هالطفل مسك الجولف وزتها مثلا، لا نحن تركيز هالطفل ونوصل له فكره اللعبه ثقافيا وفكريا هي اللي بتهمنا. هذا مشروعنا نحن اليوم اللي عم ننطلق فيه بفرقتنا وبكنيستنا وبمجتمعنا جميعا. شوف يعني لما بنحكي على الكرمس دائما عم يكون الكشاف لهم دور فيه دائما. خلينا نحكي عن دوركم هي السنه والعروض يمكن اللي عم تتقدم خلال الكرمس. هلا نحن كفرقه كشفيه طبعا نحن المسؤولين عن الكيرمس طبعا ضمن كادر القاضي والمسؤولين اللي عم بيهتموا بموضوع الكيرمس. هذا كل شيف هو مسؤول على اعمار معينه من الالعاب. اليوم عندنا العاب مثلا العمر من 6 سنين ل 10 سنين مختص فيهم ليقدر يوصل هالقائد لهالطفل اللي عم يجي يلعب يوصل له شو هدف هاللعبه او شو غايه هاللعبه. كمان في عنا قاضي مسؤولين على ألعاب الكبار مثل ما تفضلت من شوي وتفضلتوا حضرتكم قلتوا إنه في عنا ألعاب منافسة، كمان عنا ألعاب البوكس اللياقة البدنية اليوم رح يكون عنا تحدي كتير كبير ضمن هذا الإطار خصوصي بهالنهار اليوم. يعني موجود. في عنا تحدي كتير كبير لازم نشارك أكيد. يعني شايفة هيدا جهود جبارة عم بتقوموا فيها، يمكن عم بتم التحضيرات لها بعام 2019. نحن شهدنا الكيرمس بال 2018 حتى 2017 و 2016 ما توقف، بس بال 2019 يمكن إقبال كان غير والتفاعل غير، يمكن حتى الأهالي هي عم تجيب أطفالها فهي مرتاحة نفسيا إنه وفي شيء تغير. هلا نحن بالنهاية شو ما قلت أو شو ما عبرت عن تضحيات جيشنا العربي السوري وتحت حكمة دولتنا وقائدنا المفدى الدكتور بشار الأسد، نحن صعب نوفي جزء من الدم اللي هنن عم يضحوه على الارض. اليوم هنن عم بيحاربوا على الجبهات، نحن عم نبادل هذا الشيء لنزرع الفرح والبسمه للطفل لهالولد بعد مرور هالازمه بخير وسلامه. نحن شو ما قدمنا هنن اعطونا الامان واعطونا السلام. بنتيجه هالتضحيات نحن اقدمنا على عمل هذا الكرمس، نحن حسينا بامانهم، حسينا بتضحيتهم لنا. كل هالدم اللي عم يبذلوه نحن شو ما قدمنا قليل، عم نحاول نعطي جزء صغير لنوصل لهم هاي الرسالة إنه نحن موجودين، نحن معكم، نحن حدكم. هذا الجزء أصغر جزء بنقدر نقدمه لجيشنا. يعني سالي كلها تتذكر باب شرقي وباب توما كانت يمكن للأسف يوميا في قذائف عم تكون. صحيح. اليوم الحمد لله سنة عن سنة عم يكون الله. الوضع يمكن أكثر أمانة، يعني آخر سنتين تقريبا فينا نقول ما في شيء، النشاطات كل ما عم ترجع أقوى. أكيد. من قبل خلينا نحكي عن النشاطات اللي حتكون عندكم القادمة بعد الكيرمس. طبعا يعني بعد الكيرمس نرجع نحن نبتدي العام الدراسي، بعدين بنهاية السنة بتعرفوا في عنا عيد الميلاد المجيد الكريسماس. مثل ما كنتوا أكيد موجودين معنا السنة الماضية، يعني شكر كتير كبير لقناة الإخبارية السورية ولكل القائمين عليها. عملنا كرنفال صغير ومنعدكم رح يكون عنا مفاجأة كتير كبيرة عم نحضر لها لعيد الميلاد. أجواء ميلادية مميزة رح تكون. صحيح. صحيح. أكيد يعني جهود مبذولة، كل الشكر لكم. كمان بدنا نحكي أيضا عن المشاركات بالكيرمس، في مشاركات من برا دائما كنا نلاقي مثلا الجوفر الشوكولا الكريب النسكافيه، هدول القصص اللي بيجوا الأولاد. يمكن كمان هذا الشيء بفعل كمان شغل لعالم يمكن صار له زمان ما اشتغلت. نحن كمان في عنا شركة لوريا اللي هي حبة تكون موجودة معنا لترسم على الأطفال
بعض الأشكال، الورود، القلوب، لنزرع الفرحة والبسمة على وش هالولد. اليوم كان في إقبال كتير كبير، هي بعض شيء الجزء البسيط اللي عم نقدمه لهالولد لهالطفل، وبتشكرهم فرداً فرداً للصبايا لأنه عم بيزرعوا الفرح والبسمة مبارح على كل الأطفال. كل طفل كان عم بيفوت، كلهم رسموا لهم، كلهم عم يرسموا، الولد عم بيعبر عن الفرحة. حتى بعض الأطفال كانت عم تبكي على مدى هالفرحة أنه شيء جديد، نحن عملنا بصمة جديدة من خلال هالشركة الموجودة معنا. في عنا كمان شركة شوكو سوام للشوكولا، يعني دائما في جهات دائما بتكون داعمة لهذا الموضوع. طبعا نحن كلنا ايد بايد، يعني اكيد سوا لحتى نجمع مع بعض لحتى نعمل شيء ونوصل للهدف اللي بدنا نوصله. حتى كمان يعني نلفت نظر انه نحن عنا ذوي الحاجات، الاشخاص الفقراء، المعاقين، هذا كله موجود معنا. نحن مفتوح بابنا للجميع. يعني انا بدعي من القناة الإخبارية السورية انه نحن نتمنى من الكل يحضر معنا اليوم، ولحتى نكون كلياتنا طائفة واحدة، نحن شعب واحد، لحتى كلياتنا نعيش هالفرحة وهالبسمة اللي نحن خلقناها بهالكرس. طيب سريعا، السبت والأحد شو رح يكون في فعاليات؟ نحن هلا للي حابب يحضر أكيد نحن من الساعة 6 للـ 10 كل يوم عنا شيء مميز بالكرمس، عم نحضر لمفاجآت حلوة. أكيد تفضلوا شرفونا، رح يكون في كتير شيء مميز وحضور كتير فعال. نعم. أكيد باب الكرمس هو رغم أنه هو بكنيسة الزيتون بكاتدرائية الزيتون وكل العالم، لكل العالم صحيح. لأنه نحن شعب واحد أكيد بسوريا. نتشكر وجودك معنا شيف إبراهيم أبو حنا، نتشكر جهود المبذولة والشباب المعطاء أكيد لغايته دائما هو رسم البسمة على وجوه الأطفال وحتى الكبار كمان أكيد. نتشكرك كتير شيف وكل التوفيق لكم. شكرا كتير لكم.